جاهز النهارده؟ هي بصراحه جاهز جدا. طيب انت عملت سكاي دايفنج اصلا 50 مره بالظبط، احكي لنا بقى البدايه كانت امتى وفين وازاي؟ البدايه كانت في 2016. لقيت اتنين مصريين كانوا مسافرين مش فاكر فين بالظبط، فهم اصلا واحد عايش في الامارات واحد عايش هنا في مصر، فلقيتهم بيقفزوا في حاجه اسمها بوجي. فبوجي دي حاجه زي اللي هو يعني بيبقى تجمع السكاي دايفرز في دروب زون في بلد من في كل شويه يعني، وبيقفزوا بقى مع بعض وبيعملوا فورميشنز وبيعملوا حاجات كده. فقلت مفيش ناس كتير خالص اعرفها يعني بتعمل سكاي دايفنج، فانا عايز اعمل حاجه جديده وبحب بقى الاكستريم سبورتس بقى والدماغ رايحه خالص مني. فيلا، مغامره الجواز بالنسبه لك اصعب ولا سكاي دايفنج اصعب؟ رحاب ولا امك يا طه؟ رحاب طبعا. لا الجواز اصعب يعني، مغامره الجواز دي مغامره، السكاي دايف ده لذيذ جدا جميل. كنت حديث الساعة في الجونة بعد الحادثة اللي عملتها أنت وبشرة، فاكر اليوم ده؟ يعني ما جاليش فقدان الذاكرة. فاكره. ممكن تحكي لنا إيه اللي حصل؟ ماشي، إحنا كنا أنا كنت عامل برنامج هناك، فروحت خدت بشرة من عند الأوتيل وركبنا وظبطنا الكاميرات وكل حاجة ويلا هنبتدي. المفروض بنبتدي زي أنا بعمل أنا وأنت كده بنتكلم بنعمل، بس وإحنا إيه بنرايد. فانا كل حد بيجي يركب العربيه بدي واحده اي تخميسه كده وبتاع ومش عارف ايه، هي حظها بقى وحظنا احنا الاثنين بقى خمس في اللوبي بتاع الاوتيل. انا اسف والله يا بشبش، يعني ربنا والله خلاص يعني قضاء وقدر الحمد لله. قول لي تعريف الشخص المغامر من وجهه نظرك. المغامر ما بيخافش من اي حاجه او ما بيخافش من حاجات كتير، بس في نفس الوقت هو مش بيرمي نفسه في اي حاجه يعني، برضو بيقيس كل حاجه برضو عشان يبقى سيف يعني. بيحب يسافر كتير، بيحب يبقى قدام مخاطر كتير بس برضو بيحسبها، بس ساعات بقى بتبقى على الله بقى يعني احنا رايحين يلا. احنا دلوقتي متاكدين ان انت مغامر جامد جدا، بس عشان نطمن اكتر هتعمل في ار تيست سريع كده عشان نشوف نسبة المغامرة عندك كام في المية بالظبط. يلا انا اصلا يعني انا مولود على الفي ار اصلا. يلا بينا. اعمل ايه؟ انط يا لهوي، خش في البتاعة دي. ايوه جوه الدايرة. وي 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 وي. اوعى، عايز اخش في الدايرة دي بقى صح؟ ايوه بعدين. بص دي بقى، بص دي بقى، بص دي بص دي بص دي. لا خلي بالك انا بقول لك مولود على الفي ار. مكاوي، الفي ار تيست اثبت لنا ان انت مغامر بنسبه 98%، وده هيديك لقب مغامر مش سهل خالص كده. المفروض 100% ال 2% دول راحوا فين؟ بس قبل ما نطلع على الطياره عايزينك تسجل فويس نوت تتكلم فيها عن احساسك دلوقتي، وبعد ما تنزل من الطياره هنسمع الفويس نوت دي. اسجلها دلوقتي؟ انا همشي وانت هتسجل الفويس. اوكي يلا بينا. يا محمد كاوي، خلاص احنا وصلنا المطار وهنتحرك دلوقتي على الطياره، بس قبل ما ننطلق على مغامرتنا كنت عايز اعرف منك مين كان نفسك يكون معاك دلوقتي بيعيش معاك المغامره. كان نفسي موندا اختي ونورهان طبعا. طب ايه رايك تكلم حد وماجد بقى بالمره يلا. عشان ما يزعلش. طب ايه رايك تكلم حد فيهم دلوقتي وتعيشوا معانا المغامره وفيديو كول؟ ماشي. الو فين؟ يا نون انا في شرم الشيخ. فين؟ هعمل حاجه حلوه انت عارفه انا نفسي اعملها. سوف اقفز فوق راس محمد. واو، وعايز المره الجايه اجي معاك. لا انا ان شاء الله بظبط مع اسره البرنامج كده اللي انا يعني اللي انا اقفز معاهم في كل البلاد ان شاء الله. اسماعيليه ومعاك فلاس 1. فلاس 1. طيب يلا لا اله الا الله. نجوم السماء.